أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور فهد، حياك الله. شو عندك الرياضي أبو غازي؟ اي والله، هذه مجلة الرياضي في 3 يناير 86 87 حوالينا، يعني شفت صورة فيصل الدخيل. 3 يناير 1987، الرياضة الكويتية في 365 يوما، اللي هي الغادسية، يعني تقرير يمكن عن الرياضة الكويتية عن 86 عن 86 طبعا صحيح. الغادسية وصحوة أيام زمان، صح. حسين بوداهوم منتخب الكويت الأفضل خليجيا، عبد الله السريحي أنا ضد إبعاد المدرب بوب هاوتون، نادي اليرموك ولد في جزيرة وكبر في الدعية واستقر في وين؟ مشرف. يعني ولد في جزيرة فلكة، صحيح، وكبر في وين؟ دعية، شباب الدعية، دعية واستقر في مشرف، صحيح. الزمالك بطل أبطال دوري أفريقيا للمرة الثانية، الله عامر المجلب الأخبار. شوف الصورة طبعا، المؤيد الحداد والكابتن أيضا صالح المسند، وخلفهم صالح الرفاعي ومحمد الداير. نادي القادسية لما سنة موسم 86-87 حصل على المركز الثاني أعتقد في البطولة، وكان من أميز الأندية في تلك الفترة. أيضا حسين بوداهوم نجم من نجوم نادي القادسية لكرة السلة، نجم فنان صراحة، نجوم يعني كان في تلك الفترة يوسف الماجد، فيصل بورسلي، العساكر. أيضا لا ننسى أخوه أمان بوداهوم رحمة الله عليه، سعود الرباح، كانوا نجوم مميزين من نجوم كرة السلة. نعم طبعا، بداية قادسية زمان دوري كرة لكرة القدم، فاز على كاظمة والكويت في 4 أيام، صحوة حقيقية الأصفر أدخلت المنطقة الدافئة. هذه صورة جماعية لفريق نادي القادسية. القادسية يستحق الكثير من الإشادة طبعا. فاز عفوا مغازي، أنا قلت صاحب المركز الثاني 86-87. نعم. لا هو 85-86 كان المركز الثاني. طبعا فاز 3-2 هو على الكويت، على الكويت، وفاز على كاظمة 1-0 خلال 4 أيام. صحيح. هذه صورة لفريق القادسية طبعا، صورة لفريق السالمية، والحداد يقفز مع حارس الكويت هجمة كويتية على مرمى القادسية، وهذا محبوب جمعة. إذا تبي تقول أسماء طبعا غاتسية. نادي القادسية لما تكلمت عن مبارتين، مباراة اللي فاز فيها على نادي الكويت بنتيجة 3-2 كانت من أجمل المباريات على ملعب القادسية، اللي كان يذكر هدف حمد الصالح الأخير، كان من أجمل الأهداف اللي لعبها سقاط فوق صلاح مرزوق. لعبتهم مع كاظمة في ملعب كاظمة، استطاع نادي القادسية الفوز بهدف أحرزه سالم ميرزا في تلك الفترة. أعتقد كانت هناك مباراة في المدرجات، الكابتن ناصر الغانم تعرض لهجوم لاذع من جماهير نادي القادسية، وخصوصا من الكابتن من رحمة الله عليه كبير المشجعين فهد عبد الكريم فهيدان وجمال. وقتها حتى ناصر الغانم يقول لي أنا ما قدرت أركز على المباراة، بالفعل لما قالك الجمهور يعتبر اللاعب رقم 12 طبقها رحمة الله عليه أبو جمال رئيس رابطة مشجعي الكويت ونادي القادسية. طبعا هني راح نقول لك الصورة، والصور الموجودة في 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 المجلة هني صورة لفريق نادي القادسية بالتيشيرت الجميل اللي بدأوا فيه في 86-85-86. فيصل الشعلان من اليمين، وقفهم فيصل الشعلان، إبراهيم كندري، أيضا عبيد الشمري رحمة الله عليه، متعب الذاير، عبد العزيز حسن، فيصل الدخيل، جلوسه من اليمين راشد ديح، خالد أبول، في لاعب هذا والله ما أدري ما أشوفه ما أعرفه، مؤيد الحداد، وايضا محمد ابراهيم. وهنا ايضا صوره جميله لنادي السالميه، عيسى فلاح، باسل عبد النبي، وليد بريتشي موجود وياهم، ايضا بسام عبد النبي، ايضا مبارك سليمان موجود وياهم، فيصل عصفور، كنا عدنان توكل وياهم بعد وياهم. صوره جميله هنا للكابتن صلاح مرزوق مشاركه في مباراه نادي الكويت. وهنا ايضا بعض الصور في الموسم، المباريات اللي قيمت في تلك الموسم، صور جميله ابو غازي. هذا حتى الصفحه الثانيه فيها نادي التضامن، حلوه يعني سيء الحظ يعني في الصفحه الثانيه، لان اعتقد نزل درجه ثانيه هنا. نعم. نروح طبعا الى الرياضه الكويتيه في 365. نطلع فاصل بعدين نشوف الرياضه الكويتيه. اعزائي المشاهدين،
لا تبعدون، خلوكم معنا. فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وكنا نتكلم في البارت الأول عن مجلة الرياضي. الرياضي سنة يناير 87، لكن طبعاً الحين من توجه للرياضة الكويتية في 365 يوماً. حضر صاحب سمو أمير بلاد وسمو العهد دعم متواصل الحركة الرياضية بالإجماع الشيخ فهد الأحمد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي للمرة الثانية، منتخب الكويت يحتفظ بكأس الخليج العربي لكرة القدم لأول مرة في حيل بطل كأس سمو أمير البلاد. هذه طبعا صوره لمنتخب الكويت. صحيح. اللي هو طبعا بطل كاس الخليج في البحرين ايضا، وائل استمان، مبارك مرزوق، جاسم السبتي، اي نعم طبعا، فيصل الدخيل، فيصل الدخيل، نعم سعد الجراح طبعا. وهني عندنا صور الابطال، خلينا نشوف جميله مطوع ونادي مطوع ابطال الفروسيه، بطلات الفروسيه. هني عندنا طبعا قادسيه بطل دوري السله، ورغبان جديدان في السباحه، هذا طبعا انتقل للصفحة الثانية. وفهد منتخب الكويت يحتفظ بكأس الخليج العربي، كاظمة يفوز بكأس عمومي الطائرة سنة 86، وعندنا كذلك فحيل يفوز بكأس حضرة صاحب سمو أمير البلاد، ونادي الغاسية يحتفل بفوزه بكأس التفوق، وسالمية بطل دوري كرة اليد. وهذه صورة لطارق عويش وعبد العزيز حداد طبعا بطل ماراثون المعوقين، وصورة طارق عويش نجم سكواش، نجم سكواش، هذه طبعا صحيح رياضة كويتية خلال 30. احنا قاعد نمشي بشكل سريع. القاء يعني قرار تعليق عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالاتحاد الدولي. صحيح. للفيفا. كذلك هذه عندنا ابطال الكويت المعوقين، انتصارات متعددة، المعاقين طبعا، من حفل تكريم منتخب الكويت لكرة القدم بطل كأس الخليج الثامنة. عندنا هاي صورة لعبد العزيز العنبري، وكذلك طبعا فاخر سيد بطل العرب في الاسكواش بالإجماع الشيخ فهد الأحمد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، انتخاب الشيخ أحمد الحمود رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية. هذا من لقاء منتخب الكويت وفريق الدنماركي طبعا. و هذه طبعا يعني هم كذلك يعني صور متعدده، صور بعد ننتقل من بطوله الى بطوله اخرى. طبعا منتخب الكويت هذا لكره السله، الكويت بطل مجلس التعاون لكره السله سنه 86. نعم. وطبعا من لقاء العربي والاهلي، لعبوا العربي والاهلي المصري، شنو المناسبه كانت 86؟ مناسبه عاديه، بس قدر يفوز فيها منتخب يعني النادي، فوز فيها العربي 2-0. نعم. عمر سعيد هدف جميل جدا، وسامي الحشاش من نعم. من نعم طبعا الكويت بطل مجلس التعاون لكره السله. هذه صوره منتخب الكويت لكره السله، والشيخ مبارك جابر العلي، صوره الشيخ مبارك رئيس الاتحاد رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، رئيس الله اتحاد الملاكمه. نعم طبعا نادي اليرموك ولد في جزيره وكبر في الدعيه واستقر نهائيا في مصر. هذا طبعا جواد خلف رئيس النادي، وما أدراك ما هداف جواد خلف. نستفيد من أخطاء الماضي في إصلاح المسيرة في الحاضر من أجل الغد المشرق. دكتور جواد خلف من هدافين نعم نادي اليرموك المنتخب الوطني، هداف دور الخليج الأولى مناصفة مع رحمة الله عليه نعم المسعود. طبعا صورة هني للاعبو اليرموك يحملون درع الدوري المشترك سنة 71-72. هذا فريق يعني صورة جماعية فريق كرة قدم بنادي اليرموك. طبعا نادي اليرموك احرز بطوله الامير مرتين. نعم. كثالث نادي يحرز البطوله بعد القادسيه والعربي، وايضا احرز بطوله مجلس اسمه الدوري المشترك. صنت جوري بغازي، جوري والله ما خاشها الصوره، هذه صوره اسبوع صباح عبد الله لاعب منتخب الكويت والنادي العربي لكره القدم رحمه الله عليه، وجراح نجم نادي الساحل سابقا ونادي العربي، وايضا نجم المنتخب الوطني الهداف. نعم. واله التهديف الكابتن صباح عبد الله. أعزائي المشاهدين، مع الصورة الجميلة لرحمة الله عليه وجراح، نصل لنهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي، تحيات أخوكم فهد عبد الجيري، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. مع السلامة.